مقادير الكوبيبه بتقول معانا ايه يا رغده؟ معايا نص كيلو لحمه مفرومه، عايزه تعملي اكتر اقل طبعا زي ما انت عايزه، بس هي اقل حاجه انا واخداها ان هي يعني عينه قدامك عشان تعملي الكميه اللي انت عايزاها بعد كده. النص كيلو لحمه مفرومه عليه ربع كيلو برغل، برغل خشن شويه، ومش عايزه ان هو يكون المقدار اللحمه قد البرغل، في ناس كتير بتعمل ده قد ده، بس بصراحه انا جربت دي وجربت دي، لما بتعملي ده قد ده وبتيجي تعمليها بعد كده بتيجي تقليها تحسي ان البرغل او وحده الكوبيبه ناشفه، فانا مش حابه حاجه زي كده، لكن لما بتكون اللحمه ضعف البرغل بتبقى كويسه وفي منتهى الجمال. يبقى نص لحمه عليهم ربع برغل وما يكونش منقوع، اوعوا 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 تنقعوا البرغل. امال احنا هنحطه ناشف؟ لا مش هحطه ناشف، ده انا هغسله واصفيه كويس قوي، اعصره وبعد كده اروح حطاه على اللحمه. طيب نص لحمه مفرومه معايا ربع برغل، ايه كمان يا رغده؟ مكعبات تلج، وهقول لكم ايه فايدتها وممكن نستخدمها امتى وممكن ما نستخدمهاش امتى. ايه تاني؟ التوابل بقى بتاعتنا، رشه قرفه بودر، سبع بهارات، بابريكا وملح وكمون، ملح وفلفل اسود، دي التوابل بتاعه الغلاف اللي بره. الحشوه بقى اللي احنا هنحشيها، بصوا بنحط ايه، نص كيلو لحمه مفرومه ومعاهم فلفل حامي مفروم، بصل مفروم، زبده او سمنه طبعا او زيت على حسب ما انت عايزه، والسبع بهارات وحبهان بودر ورشه جوز الطيب ممكن تستغني عنها، ورشه سماء بودر وملح وفلفل اسود. الوصفه الاصليه بيحط لها صنوبر، لكن احنا مش هنحط صنوبر، احنا هنستخدمها زي ما هي كده، والله متاح ان انت تحطي صنوبر كنبها، ما كانش يبقى هنستخدمها زي ما هي. ما بتديش الطعم قوي، هي الاصل بتاعها صنوبر، لكن لو حطينا صدني هنحس ان هي مختلفه تماما، فهو الاساسي بتاعها صنوبر، لكن عشان الصنوبر غالي قوي فاحنا ممكن يعني نستغنى عنه ما نحطهاش. طيب هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا قلنا ان احنا عندنا لحمه مفرومه واللحمه لازم تكون حمراء خالص. طب لونا انا ما جبتش اللحمه حمراء خالص وفيها نسبه دهون، ما فيهاش اي مشكله، بس الدهون ما تبقاش زياده، يعني نسبه الدهون تبقى بسيطه جدا في اللحمه. طيب اللحمه انا عايزاها تبقى بارده، يعني ايه بارده؟ يعني تبقى متجمده. لو هي متجمده وهنضربها في الكبه يبقى انا مش هحتاج مكعبات التلج. ليه؟ علشان هي فيها البروده بتاعتها زي ما هي. لكن لو اللحمه انا حطيتها مثلا او جايباها طازه لسه من عند الجزار سخنه ماشي، يبقى لازم مكعبات التلج. طب ايه فايده مكعبات التلج؟ مكعبات التلج ديت لما بتتحط مع اللحمه في الكوبيبه بتدينا الخليط الكريمي وبتخليها محتفظه بسوائل، مش عايزاها تبقى ناشفه. لون اللحمه اللي هي بتبقى بتلج هوريها لكم دلوقتي هتدينا خليط كريمي واللون بتاعها هيفتح خالص، لكن اللي هي هتبقى طازه واللي هي ما فيهاش مكعبات تلج او اللي هي هتبقى مش متبرده اللون بتاعها بيختلف تماما، وده اللي هنشوفه مع بعض. اللحمه بتاعتنا لو بارده او طالعه من الفريزر هشتغل بيها على طول، وهعرف وهي بتتفرم اذا كانت محتاجه مكعبات تلج او لا. اديتني اللون اللي انا عايزاه والخليط يبقى كريمي، مش ان هي مفرومه، لا عايزاه كريمي ناعم علشان ابدا ان انا اخلط الاثنين مع بعض. طيب بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه البرغل طبعا هغسله واصفيه في وقتها، ما يتنقعش ما يتنقعش ما يتنقعش، البرغل ما بيتنقعش وما بيتحطش ايه ناشف زي ما هو. طيب هبدا باللحمه الاول وبعد كده لما اعمل البرغل عشان احطه على اللحمه على طول. بصوا اللحمه بارده يعني فكت من التلج بتاعها بس برد تمام، فانا هحطها دلوقتي في الكبه واخلطها واشوف هي هتحتاج مكعبات تلج ولا لا. بسم الله بالشكل ده كده، ونخلطها ناعم جدا جدا جدا، مش ان هي بس تفك، لا ان هي انا هسيب حته لحمه كده بره علشان لما تتخلط في الكبه اوريكم الفرق بين النعومه بتاعتها وان هي بتتعمل على الايد عادي. هسيب حته اللحمه دي كده بره كده اهو، وهحط التوابل بتاعتنا، فلفل اسود وملح وقرفه وبابريكا وكمون، هحط ده كله كده مع بعض. وتعالوا نشوف، انا كده مش حاطه تلج لكن هي متبرده، هبدا ان انا اشغل عليها واشوف الخليط بتاعها هيحتاج تلج ولا لا. بسم الله شايفين المنظر عامل ازاي؟ مفرومه
ما ادتنيش الخليط اللي انا عايزاه، معنى كده ان هي عايزه يدخل لها البروده اللي احنا بنتكلم عنها. هندخل لها مكعبات التلج، مكعب مكعب كده، وهنشوف هي هتاخد قد ايه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده بدا شكل اللحمه يتغير شويه، بس لسه ما وصلتش للي انا عايزاه، ما وصلتش للي انا عايزاه. انا عايزه الخليط يبقى كريمي ناعم، وهتشوفوا ان هو اللون بتاعها هيبدا يتغير معانا. بسم الله بصوا هتلاحظوا ايه هنا، ده اللي انا لسه كنت هتكلم عنه، ان اللحمه لما بتبدا ان هي توصل للخليط اللي انا عايزاه بتبدا تتكون اكنها عجينه، تلاقوها بتتكون كلها في جنب واحد. بصوا زي ما حصل كده، بصوا هي متكومه فين، بصوا هنا اهي كومت كلها هنا، وده بقى فاضي. طيب انا شايفه ان هي لسه ما وصلتش برده للقوام اللي انا عايزاه، هشغل عليها تاني وتعالوا نطلع فاصل، و على ما نرجع مش هعمل اي حاجه ومش هحط تلج تاني الا لما تقولي عشان نشوف شكلها هيختلف. قلت لكم مش هعمل اي حاجه في الفاصل غير ان انا هشغل بس الكبه، وهو ده اللي حصل. بصوا كده، كنت عايزه قبل ما اهدل الكلافز بس مش مشكله. بص كده، بص الخليط ناعم ازاي، لكن بص هنا، بص اللحمه هنا مهما ندوس عليها كده تحسوا ان هي مفروله، يعني ما تحطوش في دماغكم ان انتوا تفرموا بايديكم او ان انتوا تاخدوا اللحمه المفرومه كده تحطوها مع البرغل على طول، لا بصوا مش هتديكوا الخليط الناعم اللي احنا عايزينه بالمنظر ده كده. عشان كده قلت ان هي تتدرب كويس جدا بالكبه في ومعاها تلج علشان تطلع لنا بالخليط ده كده اهي. حطينا لها توابلها وحطينا لها حاجتها وكده تمام وزي الفل. بسم الله بص المنظر بتاع العجينة نفسها حلو قوي بالشكل ده كده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا هبدأ ان اصطف البرغل اللي برغل وابدأ ان انا اصفيه يتشطف بس ويتغير الميه بتاعته. في ناس ما بتشطفهوش ودي انا ما بفضلهاش، لان طبعا بيبقى فيه تراب، لان ده مش هيتنقى، انا مش هينفع انقي البرغل، فالمفروض ان انا يا دوب بس اصفه عشان ابقى متاكده ان هو ما عليهوش تراب. التراب والقش كله هتلاقوه عام فوق الوش، ويا دوب مجرد ما اتحط كده عليها الميه وبدا يتقلب تقلبتين نبدا ان احنا نشيله من الميه على طول علشان مش عايزاه يشرب ميه. اوعوا 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 تنقعوا البرغل للكوبيبه، وما تحطوش المقدار بتاع الكوبيه البرغل هو هو مقدار اللحمه. بصوا بقى كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي، بصوا لون الميه، فطبعا مش هينفع ان احنا ما نغسلوش وناخد الترابه دي كلها والقش اللي على الوش ده كده بالشكل الرهيب. بصوا شايفين القش اللي نازل كل ده اهو، اتخلصنا منه وما حطيتش البرغل في ميه يعني ما نقعتوش. طيب انا في حاجه دلوقتي يا نونا مهمه جدا بالنسبه لي، لازم البرغل ما يكونش فيه ميه خالص. هروح عامله كده، عندك مصفى سلك صفي فيه، بس انا بالنسبه لي حته الشاش ديت بتبقى اضمن بكتير ان انا ابقى واخده البرغل فعلا ما فيهوش ولا نقطه ميه. هروح عامله كده واعمل كده. ما يبقاش فيه ميه خالص،
مهما تحطي في مصفى مش هيديكي نفس العصره بتاعت الشاشه دي. ما عنديش شاشه يا نونا، احنا كمصريين وكاهل بلدي يعني كده، واحنا طبعا البرنامج بتاعنا البلد يوكل، فلنا قديمه تيشرت شايفين كده، بصوا المنظر، لازم ما يبقاش فيها ميه خالص، مهما تعملي بمصفى مش هيديكي نفس النشفان ده والعصره دي. طيب كده خلاص عصرنا البرغل كويس جدا وتاكدنا ان هو ما فيهوش ولا نقطه ميه. ابدا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ابدا اخلطه باللحم اللي انا عملتها مع بعضها. بسم الله، بصوا هينزل دلوقتي عامل ازاي، شايفين ناشف خالص ازاي بالشكل ده، هو ده الشكل اللي انا عايزاه للبرغل. اوعوا تنقعوه بالمنظر ده كده، واروح حط عليه اللحمه كده، وابدا بقى اخلط لحد ما كله يبقى عجينه واحده مفيش فيها اي حاجه طالعه ولا حاجه مثلا لونها مختلف عن التاني، ولا حته لحمه لوحدها، ولا حبه برغل لوحدهم، مفيش الكلام ده خالص اهو. بالشكل ده كده لما كله يبقى عجينه واحده، البرغل ما يبقاش باين اصلا ان في حاجه لونها مختلف عن اللحم. طبعا احنا متبلين اللحمه كويس قوي بالملح والفلفل الاسود والبابريكا والكمون، فبصوا ما شاء الله عليه. كلها تبقى حته واحده مفيش حاجه ظاهره منها. بصوا كده، طبعا هي عشان متلجه من مكعبات التلج فممكن ان انا اشتغل على طول. بصوا كده باخد كده وطبعا الحشوه اللي احنا عاملينها اللي احنا معصجينها وسايبينها بارده. خلوا بالكم من اللي انا بقوله، لازم الحشوه تكون بارده ما تبقاش ان هي سخنه. بكور كده واروح بلى صباعي ميه وباجي في نص الكره واروح عامله كده، وببدا ان انا افرغ اكني بقور كده اهو بطاطس اهو. بصوا برقق، بصوا صباعي اتبل ميه وابدا ان انا ارقق كده، بصوا تبقى رقيقه ومفرغه من جوه عشان التفريغه دي كلها هتبدا ان هي تتملي حشو. بصوا من جوه بالمنظر ده، صباعك يتبل وتبداي تمشي بالراحه كده، وايديكي من هنا برضو تبقى مبلوله ميه علشان الغرب الكوبيبه نفسها تبقى شغاله في ايديكي كويس اهو بالشكل ده. واروح جايبه معلقه واخد الحشوه، بسم الله، واعمل كده. بعد ما حشينا هنقفل ازاي؟ بصوا بقى معايا، بصوا معايا ايديا مبلوله ميه، بصوا واعمل كده بلم على بعضها كده بالمية علشان كلها تبقى عجينة واحدة. بصوا شايفين، عشان تطلع نفس الكوبيبة بالظبط اهي ببوزة كده، وايديكي تبقى مبلولة مية علشان تبقى لمة معاكي وفي نفس الوقت تبقى منعمة. اجي من الناحية التانية اهي شايفين بالمنظر ده في منتهى الجمال. ثانية واحدة نجيب صاج. بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي ما شاء الله عليه. نجيب الصاج نرص عليه ونعمل لهم كذا واحدة كمان، ماشي. عندنا صاج او صينية ايا كان بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا ارص عليها حبات الكوبيبة، ارص عليها حبات الكوبيبه زي ما عملنا في البطاطس، واحطها في الفريزر، وتاني يوم تبداي ان انت تشيليها وتحطيها في الطبق بتاع التفريز، تترص كده جنب بعضها، تطلعيها وهي الزيت سخن وغزير، تطلعيها من الفريزر على الزيت على طول. ادي كوره اهي، تاني قبل ما نطلع فاصل يا جمل، بالمنظر ده نبل صباعنا ميه وفي نص الكوره نروح عاملين كده
بالشكل ده كده، وتبدأي ان انت تقوري اكنك بتقوري بطاطسايه اهو، بصوا، ونبدأ ان احنا نرقق اهي بالشكل ده كده بالراحة خالص، تبلي ايديكي علشان الكوباية تبقى بتاخد وتدي في ايدك كده، ما تبقاش خشنة وناشفة. الناس اللي بتحط كمية البرغل قد كمية اللحمة بتطلع الكوبايه ناشفه، وتيجي بعد ما تقليها في الزيت تلاقيها اغمقت كده ونشفت وبقى البرغل ظاهر فيها ومحببه، ده مش حلو. لكن لما تكون اللحمه ضعف البرغل بتبقى هايله. ادي اهي فتحناها وقورناها، ابدا ان انا احشي كده، وبعد ما احشيها ابل ايدي وابدا ان انا الم. بصوا كده الميه اللي انا ببل ايدي فيها دي هي اللي هتلمي لي الكوبايه وتخلي العجينه بتاعتها كلها واحده، عشان تبقى بالبوزه اهي كده زي ما بنجيبها من بره. شايفين اسهل من كده مفيش. اهم حاجه بله الايد على خفيف كده، وتبقى يعني يفضل 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 ان بله الايد اللي احنا بنبلها دي تبقى بميه بتلج، ميه ساقعه، عشان تبقى بتشد معاكي على طول وتدي الكوبيبه القوام اللي احنا عايزينه. بتهيالي اسهل من كده مفيش. خلصي الكميه كلها وبترصيها على صاج، وتبداي بعد كده تحطيها في الفريزر ونحطها في لتاني يوم او خمس ست ساعات كده لحد ما تبدا ان هي تتجمد، علشان تبداي ان انت تحطيها في اطباق التخزين. اسهل كوبيبه، وان شاء الله باذن الله الحاجات ارجع واقول لكم الحاجات اللي بنعملها دي هنستخدمها في رمضان. يعني يوم هيبقى عندنا كوبيبه هروح مطلعاها على الزيت على طول، يوم هنحتاج فيه بطاطس هروح مطلعها من البطاطس ومحمره، يوم هنحتاج ملوخيه هنطلع ملوخيه، يوم هنعمل تخديعه محشي هوريكم البصلايه بتاعت المحشي دلوقتي لما خدعناها بقى شكلها عامل ازاي، ولما تطلع هتسهل لنا كتير ولا لا. كوبيبه رصيناها في صاج زي ما انتم شايفين كده، طبعا المطبخ بيكمل بقيتها علشان وقت الحلقه بتاعتنا، بس انا وريتكم الفكره ووريتكم بنعملها ازاي. دول انا عملتهم وخليت المطبخ يكمل الباقي علشان نحطها في صاج، ونيجي بكره ان شاء الله نروح نلاقيها متجمده ونبدا ان احنا ننقلها في اطباق التفريز او اطباق التخزين.